مرحبا، زمان ما سولفنا ودردشنا عن العناية بالبشرة. طبعا اليوم أبا أراويكم عن المنتج اللي تكلمت عنه من يومين، اللي هو يعطي جلوينج للبشرة ويحرك الدورة الدموية في الوجه، وطبعا حتى الفيتامينات وطبعا الترطيب للبشرة يعطي أكثر نضارة بعد ما تسووا له مثل ما تقولون الرفرش، ألا وهو طبعا أنا قلت لكم قبل أول شيء أحط الكريم، ومن بعدها أستخدم هذا. شوفوا طريقة استعمله شي مساج. وايد حلو هذا، صدق حلو، يعطي تقدرين تتحكمين بالسرعة بعد تعطين طبعا حركة دائرية في الوجه. تذكرت شيء، أكيد البعض منهم ترى هذا يستعمله لغسيل الوجه طبعا وترطيب وتنظيف الوجه، المكياج العالق. أنا أستخدمه حق الاثنين، عندي نفسه حق المكياج والتنظيف، وهذا أستخدمه حق مساج الوجه. بس أبوصل هالمعلومة، في ناس يقولون أنت تستخدمينه للتنظيف، ولا لا أنا أستخدمه حق الاثنين. عندي جهازين، واحد بينك حق المكياج بعد ما أخوز المكياج وغسل وجهي ورطب وجهي، استخدم هذا حق طبعا التريتمنت الوجه اللي هو المساج الوجه. هذا هو بنات، هذا المنتج بتلاقونه في حمد ستور، هذا حسابه وارفع الشاشه. كل يوم في الليل حاطي الكريم الترطيب، ومن بعده حطي هذا، استخدمي هالجهاز لوجهك كامل، حتى حق التشيكس هني وللخد وهني. ولاحظي لاحظي اليوم الثاني شوفي وجهك كيف يغدي، ما شاء الله منور. يلا بعد بخبركم عن شيء وايد حلو، اصبروا.